اختي ديالي على اساس واقفين شنو جنيات في سما تمشي تسرى تمشي تكريسي شنو تسام تبيع مخدرات ما كبرناش كبرنا كنجيبوها في الحلال الحمد لله تمشي عند واحد اخر معروف شنو يقول لك يقول لك انا بيدي جالس كاين بعض منهم كيطفيو التليفون على الناس اقسم بمعنى عيتي ما كذبش عليك ما جابش الله ما عيتش عادي اختي ديالي فهمتي شي اللي كيجيب 40 درهم 50 درهم 30 درهم في هذا كوفيد 19 هو الواع. اسمي محمد الريده السنوني خدام عبد الحق ديال العماريه الحمد لله الناس كاملين كيعرفونا ب 2006 وحنا خدامين في هذا الدومين هذا كاين شي اللي ما كيعرفناش خدمنا مع شي ناس راهو ما ماتوا دابا فهمتي خدمنا مع شي ناس كانوا صغارين دابا كبروا عاوتاني فهمتي ولكن حنا كنشوفوا 14 عام في هذا الدومين عايشين به الحمد لله وجوجنا واسسنا اسره كنا ماشي ما ناقصين والو المهم كنا فهمتي كارين الحمد لله كناكلوا ونشربوا مع الدومين هذا ايجاب الله الدومين ديال العراسات الحمد لله اللي واقف دابا اللي حتى واحد ما عطاه فهمتي قيمه توقيما كلشي الحمامات مفتوحين قهاوي حاجه اللي فيها تزاحم كامل الاسواق كلشي مفتوح الا الدومين ديال العراس ما عرفناش علاش فهمت الدومين ديال العراس شحال من واحد ماشي فهمت كاين تريتوريس كاين الزيانات كاين كلشي تقصح ولكن اللي شات فيه ضربه كبيره وما حنا فهمت وما ديك شحال نقول لك بحال ديك مولي العماريه ديك مولي الدقه مراكشيه ديك مولي النقافات بعدا هذوك راه تقصحوا بزاف اكثريه حنا معقل علينا حتى شي واحد فهمتيني اما تريتورات كاين اللي عقل على الدراري على كاميروس عطاوهم شي قفيفات وبقاو معاهم كيساندوهم معنويا فهمتيني و عطاوك شي دعم شي حاجه لا الحمد لله ما نكذبش عليك اختي ديالي مش ما نقولكش مش برنا شبرنا الدعم واحد 1000 درهم ولكن واحد 1000 درهم داهش فهمتي الا جيتي تعمل كاين مول الدار ما يعقلش عليك خصو 120 الف ديالو الا ما عطيتيهالوش انت 135 قول بالموده ما عطيتيهالوش يقول لك انا بيدي عايش مع الدويريه هذه اللي كاري ما عطيتيهالوش اقول لك عطيها لي ولا خرج عليا يمشي كوميساري واخا يقول لك بنادم بقى معرب كورونا كذا ما عايشش عليك ما تجيبهاش مع حتى كلشي رزق له واحد اخر هو بيدو بوبري عايش من ديك 105 ما عطيتيها لهش حتى هو معايا كلشي فهمت يعني الحمد لله ضحينا في رمضان اختي ديالي مشينا غنقول لك مشينا درجه درجه في رمضان فهمتيني درجه درجه مشينا معاه ودابا راه تينا عارفه راه طالعه شي 8 شهور دابا وحنا علاين دابا 7 شهور طالعه في 8 شهور حنايا ماشي جوج الوليدات الحمد لله ماشي درجه درجه رجعنا خدامين في الباركي دابا ما بقيناش خدامين في العراشات رجعنا خدامين في الباركي مره تجيب 20 سنه كتعرف خدمه الباركي مدلوله خدام في الباركي واختي ديالي على اساس واقفين شنو جنيه هادشي سما تمشي تسرى تمشي تكريسي شنو تسام تبيع مخدرات ما كبرناش كبرنا كنجيبوها في الحلال الحمد لله فهمتيني وباقي كنجيبوها في الحلال مشينا مره كنجيبو 25 درهم مره 50 درهم مره 40 درهم كل مره واش اللي كنجيب سمعتيني كل مره واش اللي كنجيبو 30 درهم 40 درهم 20 درهم كنقص باقي دراسي ما نخدمش هذه الخدمه فهمتي كنقص باقي دراسي ما نخدمش هذه الخدمه نقدر نقول لك ناكل حاجه ونخرج عادي ولكن انا عندي مسؤوليه وعندي مراه وكاري وعندي جوج الوليدات زعما تجي لي واخا ما راديش في الاول شني سانس فهمت اي واحد كيشوف في العساس طايح فهمت كاين شي العساس الله يهديهم فهمتيني زبلوا في الناس الا ما عطاوهم شي ولا غنزرو في الناس ولا فهمت حنا ماشي من ديك البيئه اللي عطانا هو هذاك اللي ما عطاناش الحمد لله فهمت كورونا دازت وحنا بان الحمد لله تقول لك شي وحده ولا شي واحد مشينا دقينا عليها وقلنا لا عطينا حنا كان لا والو لبسنا هذا الجيلي الحمد لله خرجنا باركي كندبروا اللي عطيك 5 درهم اللي عطيك 2 درهم مره 35 درهم مره 40 درهم فهمت شي نهار اذا تلاقيتي الدراري صحابك ولا تلاقيتي شي واحد من الدومين عطاك شي 20 درهم ولا طلع 80 درهم ديك السبت والحال ولكن كتاسفوا لك ولكن شحال الجود ديالو بوبري كتجبروا به الدوم ما خدامش ياكل هو به الدوم خصو يتاسف له بزاف بزاف عطيك 20 درهم الحمد لله مشينا عند حتى شي واحد حيت عارفين كلشي مقصح كاين الزيان حتى هما وخيطوا وخسروا ملايين عاوتاني هما جالسين تريتورات هما قاعدين عاد تمشي عند واحد اخر معروف شنو يقول لك يقول لك انا بيدي جالس كاين بعض منهم كيطفيو التليفون على الناس كيجيو عندي يقول لي فاين خريطه كنقول له اين كيقول لي مشيتي عند زيانات مشيتي عند الناس كنقول ما مشيتش عند حتى شي واحد فهمتي كيقول لي انا صونيت على فلان فلان يدفع لي التليفون فهمت واش غاتعمل دفع لك التليفون هو بيدو بزاف ديال الناس كيعيطوا له بزاف ديال الناس كيجيو لا لبسنا الحمد لله اختي تجيلي وتوكلنا على الله خرجنا باركي وربي اقسم بمعنى عيتي ما كذبش عليك ما جابش الله ما عيتش عادي اختي ديالي فهمت حنايا بحال اللي في الحرب دابا كوفيد 19 راه مضخم عندهم مسؤوليه اختي ديالي بحال اللي في الحرب شي اللي جاب شي اللي كيجيب 40 درهم 50 درهم 30 درهم في هذا كوفيد 19 هو الواع فهمت كنأيدو انا هذاك هو الواع فهمتي انا تخرج عند بنادم كيتشكى اختي ديالي راه مضروبه فيه حتى اللعطه يا هو يصبر ياكل يشرب غير الماء وياكل التمر يصبر ولكن جوج العواوسين عندك يشربوا الحليب واحد صغير كيشرب 75 درهم حليب ديال فارماسي ياخذ خصو الحليب ياخذ خصو التراويل عايشتي توني دوك كيلك ثلاثه اللي خصو الحليب شنو هذا هو ما كيفهموش ما كيفهموش خصو والو بدا فهمتي الحمد لله طالبتينا شنو خصك كان طالبوا والو كان طالبوا فهمتي يفتحوا لنا قيعان يعملوا لنا خمسه في المكلاس فهمتي نعملوا احتياطات ديالنا
والحمد لله كل شيء ومشيو نجيبو حنايا 150 درهم 190 درهم اللي خدمنا اي سيمانه راه 200 درهم راه كتعطيك 140 الف فرانك بعد اي سيمانه خدمتيها في الشهر 1000 درهم مش عاسم لك خصك 3 شهور 1000 درهم وهاد حاولي دابا خصك تشري الحاولي وخصك تخلص مول الدار لا وتينا شابر 1000 درهم كتشبر باركي 30 درهم شنو عادشي ما عندك ما تجيبها الحمد لله اش غنقول اختي ديالي الحمد لله حنا شي هاد كوفيد 19 كتقتل بنادم اختي ديالي فهمتي كتخنقو كتقتلو حق حنا في الدنيا دابا كنموتو ساعه بساعه نهار بنهار شهر بشهر اختي ديالي كنموتو حنايا كنشوفو شي اقسم لك يمينا نموتو تجي ديك كوفيد 19 ونموتو خلي داك الشيء هذاك وصافي اختي حسبي الله ونعم الوكيل ما عندك ما تكلم ولا نبقاو اختي ديالي هذاك نموتو شويه بشويه مره واحده ولكن موتو بعقل لا هذه ماشي هي عرق وعرق راه فوق عرق وعرق اختي ديالي اش غنعمل الحمد لله اختي ديالي اقسم بالله شو هاد الجمله هذه كنحكر عليها تسيزي انا ما جاتش نعن تسيزي انا ولا شي طريطور ولا شي واحد شي ملقي انا ولا شي واحد جا عندك قال لك ديك الدراري العماريه او ديك الدراري شو حتى شي مسانده عملوهم بلا ما نقول لك فهمتي حتى شي خفيفه عملوهم عملوهم بالتوجيهات فهمتي كاين اللي دا قفه ودا 10 وكاين اللي ما داتها قفه اقسم لك يا يمين كاين اللي دا 10 قفاف و 12 قفاف فهمت وكاين اللي ما داتها قفه الحمد لله بقينا في الشخص واخا لبسنا هذا التجيلي هذا وخرجنا الشارع المهم جبناها وقفنا على حتى شي واحد واخا رجعوا نخدموا عقل عليك عبد الحق عبد الحق عندي عبد الحق راه دائما عاقلين على بعضنا وعقل عليا وانا عاقل عليها حنا مع بعضنا اختي ديالي الله يسهل على كل شيء اختي هذا الشيء اللي كاين اختي كنشكركم حتى انتم جيتوا نعمنا اختي ديالي والله يرحمكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.